بضحية في الكريزي تاكسي. تعالى 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 يا الغالي، تعالى جنبي، تعالى جنبي. لا انا عايز اقعد، تعالى تعالى انا عايز اقعد. تعالى هنا. لا اله الا الله، ما شاء الله عليك. هذه بنتك؟ ايوه يا سيدي. ما شاء الله عليك. وين ورايح في الدقي؟ انت عارف سينما التحرير؟ سينما التحرير. خلاص نمشي على الجي بي اس. في شارع التحرير ذات نفسه يعني. ما شاء الله عليكم والله العظيم، انتم مصريين مره دمكم عسل، اقسم بالله اعشقكم، اقسم بالله. الله يبارك فيك يا ما شاء الله عليك. ذوقك بس. بنتك هذه قمر، اقسم بالله. شكرا يا اخي، شكرا. اشغل لك اغاني خليجي ولا تبغى تسمع شعر خليجي؟ لا مش عايز ليش ليش انت مالك مقول ليش؟ هذا اليوم جميل والله العظيم، ما شاء الله. الله يبارك. اسمعك حاجه والله في حضره هذا القمر، والله احنا مش عايزين نسمع. يقولون تعالى يا قمر اركب معايا الهمر واديني الواتساب احسن انا قلبي ذاب. ما شاء الله علينا. انت الله يكرمك وصلت. مالك الغالي، انا باصص طريقي والله العظيم. مالك يا حج انت؟ فيك ايش انت؟ خلاص بالراحة، مالك عادي، ان الله جميل ويحب الجمال. يا اخي الجمال هذه قمر، انا اقول لها القمر هذا. يا عمي بص لطريقك، الله يكرمك يا عم. اوعى ايدك والتوب، انت مصري غلبان. اوعى اوعى ايدك، اوعى ايدك والتوب. هتمشي عدل؟ اوكي مش هتمشي عدل، نزلنا على جنب. اقول لك انت، انت اسمع اقسم بالله. طب بص بص قدامك، بص قدامك. ايش هذا؟ بص اقسم بالله العلي العظيم، بص قدامك يا اخي. انا باصص قدامي مصر. انت ليش ليش انت راجل عجوز؟ انت عجوز غيران مني عشان انا شب وسيم. اكيد انت عجوز. انا عجوز. عجوز. والله العظيم عجوز غلبان. اوعى ايدك والتوب، هذا هذا بثمن بيتك والله العظيم. والله انت العود اللي انا حطه والله بثمن، بثمن بيتك يا اخي. انا تيس. ايوه تيس والله العظيم. شوف بص انا سكت. اوعى ايدك بس، انا سكت لك من بدري. يا اشعث يا اخبر يا ادلم، بكرامتك الارض اسكت يا ادلم. انت ادلم، ابعد 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 عني. احترم نفسك. انت اشعث اخبر عبد مصري، عبد مصري، نزلنا في اي حته، عبد مصري اسود، نزلنا في اي حته. انت عبد مصري. بس بس ايه احترم نفسك يا سيدي. اسمع يلا اركن على جنب. اقول لك اقول لك شغله دلوقتي بس ما تقولش. سمعت اللي راح يركن اركن على جنب يا اخي. انت انت جاي منين انت؟ انا جاي من اي يا اخي. ده انت تيس. انا تيس يا غلبان يا ابو رجلي مقشفه. مقشفه يا ابني، ده انت رجلك. بص ابعد عني، وريني رجلك هتلاقي القشف في رجلك. يا ابني ابعد يا غلبان يا مصري يا اشعث. انت اشعث اخضر. انت اركن على اي جنب ونزلها. انت قولين اللي انت عايزاه يا جماعه. انت مالك هي، مالك بيها، مالكش دعوه بيها خالص. زيرو 10 10 زيرو 10 يا بني ادم، يا بني ادم. 10 اوعى يا مصري غلبان. يا بني ادم فلوسي كلها بفلوسي. فلوسك روح، فلوسك مش عندنا. بس والله ما في نزول. انت انت راجل مش محترم. انت قمر اقسم. القمر ده عندك بس يا اخي. عيب يا اخي، يا اخي القمر عندك. 10 يا اخي، هديك هديك في عينيك يا اخي. عيب والله العظيم. احترم نفسك، احترم نفسك، احترم. اوعى يا اشعث يا اخبر. بهلول اوعى يا ولد. تعال يا بهلول قول بوس ايد ابو عدنان. ابو عدنان مين احسن انسان؟ ابو عدنان احسن فنان. ابو عدنان ولا وسط عصام ولا ايه؟ هذه البنت. اوعى تعال تعال يا ولد. اقسم بالله، اقسم بالله العظيم. تعال يا بهلول. بنهزر بنهزر. مقلب 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 مقلب. روق 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 روق. ايه رايحك نزاهه ولا ما نزاهاش؟ حبيبي ربنا يحرمك. اعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين بقى، طبعا غريب على الشعب المصري ان هو يركب مع سواق تاكسي ويلاقي سواق التاكسي عامل اللوك اللي انا عامله ده. وربنا يستر علينا في اللي احنا فيه بقى. ده الكاركتر ده صعب صعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ مساء الفل والجمال عليكم. انت واحد الاول ولا واحدة ولا؟ يا عم في مالك انت؟ ايه الشنب ده كله مش مالعينك ولا ايه؟ لا بس اللي انت عامله في نفسك يعني ده. ايه اللي في ايه؟ حرية شخصية، حرية شخصية.
لا 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 نعم. اللي انت بتعمله ده يا عم في ايه؟ بعمل اللي انا عايزه. انت مش عايز تروح مشوارك؟ ما انت تفهمنا بس الرقص اللي انت فيه ده، انت واحد ولا واحده ولا لو سمحت حضرتك ممكن تركز يعني اللي انت قاعد معاها، انا هوصلك مشوارك. خلاص بقى خلاص، انا على فكره سكتت خلاص. لا 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 انت يا استاذ. يا قمر اللي يا قمر، هو حضرتك بجد؟ لا انا بهزار. بهزار؟ اه انت بتضحك على ايه؟ انا شايف شكله عامل ايه؟ والله اللي هو بيعمله ده. ثواني ثواني، معايا تليفون بس. الو، ايه في ايه؟ كوكي اتجوز ميشو؟ الحيوان انت، اكيد بتهزر. طب ممكن بقى تبلغه ان انا هرجع اقابل توتو تاني؟ انا هقابل توتو، هقابل توتو، هعدي ياخده دلوقتي، هو كان بيضايقه. اوكي ماشي، يلا باي باي. حيوان، ممكن ابقى اخد حد في الطريق من فضلك؟ لا بس احنا واخدين التاكسي مخصوص يعني. يا حبيبي اوكي، ما قلتش حاجة، خلاص هبقى اخده في الطريق بقى لو قابلته. انت شكلك مش غريب عليا على فكرة. انا من شبرا. يا لهوي يا لهوي، بعشق شبرا واهل شبرا. ما تخليك في حالك ولا في حالك انت، انت حضرتك هو في حاجه؟ انا مش فاهمه، انا على فكره انا مش فاهمه. مش فاهمه انا إيه؟ مش عارفه اصلا حضرتك واحد ولا واحده. يا لهوي ولا يا لهوي شكلك ايه؟ طب لو سمحت بص قدامك ما تبصلوش. انت بصيت له او بصت له ليه اصلا؟ مش انا بصله ايه اصلا حضرتك واحد ولا؟ ركزي بقى في نفسك بقى، مالك فيكي ايه؟ قول لي قول لي مالك، عشان مالك انت نفسك ولا منك انت اللي انت بتعمليه؟ مالك غيرانه غيرانه من جوه؟ انت ايه مش شايف نفسك؟ انا شايف ان انا غيرانه. بليز لو سمحت بص قدامك، ايه خلي ايدك قدامك؟ ايدك ولا ايدك؟ اللي انت بتعمليه ده ولا اللي انت بتعمله؟ اللي انت ما مش بقلك ولا انت ولا انت، محدش كلمك، خليكي في حالك. مش بايدك كده كده ولا بايدك كده؟ روح احلق الشنب اللي في وشك دي ولا في وشك. وشك اه، خليك انت كده ولا مش عارفه انت واد ولا بنت ولا مش عارفه انت واد ولا بنت. خليك انت كده بقى، اثر اثر بقى عم الحاج، خليك في طريقك. اقسم بالله انا عشانك اعمل اي حاجه. لمي نفسك يا بابا، انت خليك في دي في قدامك. انت مش شايف بيعمل ازاي؟ انت مش شايف؟ لا ده متخلف لا لو سمحت. هو قال لي لو سمحت ما تعملش كده. لو سمحتي بقول لك ايه، شفتي دي؟ بقول لك ايه، شفتي دي؟ طب شفتي دي؟ انا نفسي مش عارف، انا مش عارف انت سواق تاكسي ازاي اصلا؟ المفروض انا مش فاهماك بصراحه. سواق تاكسي والله ده اخر. سواق تاكسي ما تعقل شويه ولا اعقل ولا ايه اللي انت فيه ده؟ ما تردش عليا. انت من ساعه ما ركبت وانت عينك ما غابتش عني في المرايه، مش عايز اتكلم قدامك. تحر يا اخي الرجاله ولا تحر النسوان حتى؟ اه ايه ده؟ كرسي إيه؟ سخنة قوي. الف سلامة عليك انت والكرسي. إيه؟ لا لولا بس الواحد مستعجل كان نزل. يا ريتك تنزل، عايزك تركب تفضل راكب. طب غوري بس ولا غوري بقى على الصبح؟ لا لسانك. اوه انا قاعد ياخد صاحبي اهو. تعالى تعالى. مش عارفة انا فاهم، احنا واخدين تاكسي ولا واخدين ايه؟ طب ما بتردش عليا ليه؟ وحشتني قلبي قوي. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. ما تسالنيش عليا ليه؟ بسأل والله، بقالي 3 ايام شغال وطالع. طب لو سمحت احنا عايزين ننزل. نعم يا فندم عايزين ننزل. مش هتنزلي؟ هو ليه مش هتنزل؟ هو انت مالك محروقه ليه؟ هو انت محروقه؟ انت مش قاعده مع مش قاعده مع صاحبك؟ ما تسيبيني مع صاحبي. قله ادب، انت عايزه ايه؟ ايه ده اللي ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ انا مش فاهم. خليك في حالك. اقسم بالله ده ياكلكم. في ايه مال؟ ده ياكلكم. في ايه مال؟ انت عارفه انت عارفه ده مشهور عندهم ايه في المنطقه؟ ده اسمه عبد الونش. طب بص يا يعني يرفع اي حاجه. ده عبد الونش. ربنا يبارك لك. حبيبي يا وانش. قلبي قلبي. طب نزلنا عشان ايه؟ لا طبعا مش هتنزلنا. طب انت بتعمل كده ليه؟ جبت لي فلوس؟ قلت لك والله. ايه؟ بقول لك احنا عايزين ننزل. ثواني بعد اذنك بس ثواني. طيب ثواني بقول لك اسكتي خلاص. 3 ايام شغال لما اتطحنت عشان خاطرك. انا عايزك النهارده بقى تروح تتمرن. الله يبارك. تتمرن تتمرن وتتمرن واخرب الدنيا. لا بس ما تغيبش عليا بالليل يا اسطى. يا اسطى لا انت على فكره في واحده في واحده ست راكبه في العربيه كده. ايه بتكلم عادي يا عم؟ اسكت كده غلط. اسكت خالص. ما ينفعش اللي انتوا فيه اللي اسكت خالص. بقول لك ايه، الونش يرفعك. ويرفعك انت؟ يرفع مين؟ بسم بالله الونش يرفعك. يرفعك انت ويرفع اللي زيك ولا اللي زيك؟ الونش يرفعك. ارفع يا حل. لا انت عندنا ننشقك انتوا الاثنين نصين. انت بق تشق يا بق.
طب ايه ده بس ايه ده بس وبص قدامك ولا بص بص يا عم الحاج ده بص البنت بص البنت دبلانه ازاي بص صاحبته دبلانه خالص صاحبته دبلانه 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 والله انت مش زلالها زلالها اه شطه وكمان متكاده شايف اليانسون ايه اللي في الادب شايف اليانسون شطه وكمان شايف اليانسون شطه وكمان شطه وكمان هو فاكر هو في شقه هو ايدك هو ايدك هو قال لي ايه؟ اقف على جنب اللي بقى انتوا هتصرفوا لكم انتوا الاثنين اكسر ايه؟ مزدنا بالجزمه اكسر ايه؟ يا علي يا انا عايزك تكسر قلنا ان احنا نزيع الحلقه او طبعا ممكن نزيع ممكن استاذ ناخد منها احنا هنروح نزعل زعل عشان خاطر الونش الله يبارك بنت السلامه اتفضل يا فندم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيكم يا جماعه معايا في ارستوكراتيك تاكسي او التاكسي الطبي او تاكسي العاصمه احب اعرف حضراتكم ان احنا عاملين بروجرام عندنا في التاكسي البروجرام ده ممكن يبقى بروجرام غريب على حضرتك شويه ولكن هو اهم حاجه عندنا هي ارضاء العميل ارضاء العميل شرب الجنزبيل شد الفتيل حضرتك شديت فتيل قبل كده لا ما شديت فتيل بس حضرتك بتشد معانا الفتيل بتفهم منه سواء كان عندك بقى امراض عندك فيروسات عندك اي حاجه بنبدا بعده مراحل في التحليلات اول حاجه تحليل البول تحليل البراز ده الليفل الاولاني عدت عندنا مرحلة الليفلات الأولى بنخش على الليفل الثاني هو ليفل تحليل الدم والفيروسات يعني في عندنا عدة فيروسات كبيرة قوي معروفة جدا في مصر أيوة الكلام ده في التاكسي يعني؟ يا فندم عندنا في التاكسي لأن البروجرام أنت من أول ما بتركب معايا التاكسي ما ينفعش تنزل غير لما تكون مقدم معايا مجموعة التحاليل دي وده حفاظا على صحة حضرتك ده مش بس كده يا فندم ومع كل تحليل حضرتك بتعمله معانا بتكسب عليه كوباية للتبول مجانا والله يعني حضرتك من غير أي حاجة دي كوبايه عشان اخد منك عينه البول ومش هبول ودي برضو عينه البراز وبرضو انا مش ما ينفعش هبص ما ينفعش حاجه تاني طيب كل حاجه متاحه وموجوده يا فندم على حسب حضرتك عايز تعمل تحاليل ايه تحاليل ايه يا عم انت بتهزر ولا ايه بتهزر ايه دي اصلا اللي انت لابسها دي حضرتك ممكن تكون فاهمني غلط على فكره لا انا ولا فاهم هو ممكن يكون الموضوع جديد عليك بس حضرتك ركز في اللي انا بقوله في عده فيروسات جديده ظهرت عندنا في منطقه الجيزه في فيروس اسمه الليبيني هرم وفي فيروس ثاني اسمه طلبيه فيصل حضرتك اكيد بتهزر ومش فاهم معنى خطوره الموقف انا اللي بيهمني دلوقتي هو مصلحتك الشخصيه لان انت شاب صغير لسه في المجتمع للعمر ما تعرفش انت ممكن يكون عندك ايه ممكن يكون عندك الليبيني هرم عندك طلبيه جوه عندك ترسه موضوع كبير الترسه طب موضوع كبير والفيروسات دي كلها لازم يكون ليها حل وحلها عندنا احنا معلش بس هو احنا الدكتور حضرتك ما بيصيرش حد عندنا بقى الارستقراط التاكسي غير الدكاتره والله بالظبط يا فندم دكتور في ايه بقى انا دكتور برافو عليك عموما انا بفضل مع حضرتك ديمقراطي لحد قبل 10 دقايق من ميعاد التحليل من ساعه ما بتركب معايا العربيه بعد كده بيركب معايا فرج ودلوقتي فرج هيركب معانا فرج مين حالا حضرتك هتعرف مين هو فرج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تمام فرج ايوه استاذ الاستاذ انا قلت له على كل الرولز بتاعتنا وعلى كل التفاصيل بس تقريبا هو مش مقتنع فانا حابب ان حضرتك يا استاذ فرج فرج بيستك عليه نو لا هشك عليه مش بيستك اوكي بص حضرتك احنا اهم حاجه هناخد دي هنحطها في فتحه الشرج وحضرتك هتشرب من هنا تمام احنا ممكن نحطها في حته تانية خالص نعم حضرتك ممكن تجان بول سارتر حضرتك جان بول سارتر لا اتكلم باحترام حضرتك ليه حضرتك بتتعامل ليه مع فرج ايه ده بس جان بول سارتر جان بول سارتر جان بول انا عايزك في جان بول جان بول سارتر جان بول سارتر يا عم حضرتك ولد 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 دكتور ولا انا دكتور انا نفسي دكتور عادي مش شكل ده احنا اصلا من السلام ارفع الشعر يا تطبل واستنزال سلام حضور استقبال ولازم حضرتك تنزل بالتحاليل مهما عملت مش هنزل بتحاليل
عشان سلم تحاليل تعمل فرج ولا فرج عن الوقت ما مش فرج. انا عايز حضرتك تجنبه لسارتك حضرتك سارتك جنبه لسارتك انا شد الفتيل شد الفتيل شد الفتيل يا عم شد الفتيل هو ما يفهمش يعني ايه يعني ايه فيروس ليبيني هرم يعني ايه فيروس تربيه جوه كفايه انت عارف انت مش عيب على نفسك اللي انت جنبه لسارتك جنبه لسارتك يا عم ما تنتش ايدك سارتك جنبه جنبه لسارتك ما تزعلكش ليه تزعلني ليه يا عم انا خايف على مصلحتك ما تخافش على مصلحتك انت مش عارف مصلحتك ما تخافش على مصلحتك حبيبي. انت مش عارف مصلحتك يا عم ما تعمليش انت مش عارف مصلحتك وحياه النبي وحياه النبي بص مصلحتك ولد مالكش ولد يا عم ايدك بقى جنب بول سارتر جنب بول سارتر سارتر يا عم سارتر يا عم جنب بول سارتر عايز يعمل التحاليل حط الكمامه لما ننزل السلام ننزل يعمل التحاليل حط الكمامه حط الكمامه يا عم البسها انت الكمامه انت عندك فيروس عندك فيروس ابعد عني ابعد عني فيروس بس انت عنده فيروس اسمه فتحه الشرج اسمه فتحة الشرج يا عم وحياة النبي ما ادعيناش يا عم الشرج ما اسهل فتحة الشرج ده عندك يا حبيبي جنبه لحظة واحدة جنبه سارتر جنبه جنبه سارتر فيليبيني ده عندها جنبه سارتر جنبه سارتر يا عم ايدك بس هو ايدك كده فيليبيني ولد بس 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 مقلب 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 مين يا عم بيخرج ايه يا عم انت بتعمل في الناس ده مقلب يا عم بس بس الكاميرا هيك انزل 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 يا ريت يعني نشرب من احنا نزيل الحلقه دي انت ترطرت خالص اه حقك عليك